في الفترة الأخيرة أثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية اهتمام الناس، خاصة الأسر المنفصلة اللي بيمسهم القانون بشكل مباشر، واللي تضمن مواد زي تعديل سن الحضانة من 15 سنة لسن أقل، وبالإضافة لتغيير مدة رؤية الأب للطفل من 3 ساعات أسبوعياً لاستضافة لمدة يومين في بيت الأب. المواد المقترحة بتستهدف إنهاء وجود أي مشكلات تؤثر على الأبناء، عشان كده سألنا الناس في الشارع عن رأيهم في المواد دي. إيه السن المناسب لحضانة الطفل من وجهة نظرك؟ يعني أنا من رأيي إن يبقى 10 سنين بحيث الطفل يكون بدأ يدرك أو بدأ يبقى يستوعب حاجات معينة، لكن 7 سنين ما تبقى مناسبة قوي يعني الحقيقة. أنا مع الرأي بتاع من 9 سنين، من 7 لـ9 سنين، لأن طبعا الوعي دلوقتي الأطفال من 9 سنين بتعرف تدرك تختار مين تقعد مع مين. السن المناسب 15 سنة يتنقل في حضانة أبوه. لا 9 سنين مش كفاية، 15 سنة الطفل يحدد مصيره إيه، يروح مع الأب ولا مع الأم. لا المفروض يقطع، يبقى 15 سنة. أنا شايف إن برضو السن 9 سنين مناسب جدا لموضوع الحضانة. لا 9 سنين معقول. لازم يكون السن 9 سنين لسبب، لأن الطفل من بعد 9 سنين بيبقى بيدخل في مرحلة المراهقة، فطالما هو موجود مرحلة المراهقة لازم يكون والده موجود معاك كعنصر أساسي في البيت. زي ما هو 15 سنة أفضل. لا لا المفروض زي ما هو 15 سنة، المفروض الطفل من سن الولادة لحد 15 سنة هو مع والدته في حضانة والدته. في القانون الحالي الطفل بيشوف أبوه 3 ساعات في اليوم، هل أنت موافق على أنه تتحول رؤية الطفل لوالده من 3 ساعات أسبوعيا لاستضافة لمدة يومين في الأسبوع؟ لا 3 ساعات أسبوعيا مش كفاية، يومين أفضل، يعني أن الأب يشبع من ابنه. 3 ساعات في الأسبوع ما ينفعش. أكيد طبعا موافق، ويمكن 3 أيام كمان أكتر يعني. طبعا موافق على الكلام ده لأسباب كتير، يعني من ضمن الأسباب دي إن مش الأب بس إن هو محتاج يشوف الطفل، يعني مش هو الأب بس، لا في الجد وفي الجدة وفي الأسرة في البيت عنده، أكيد هم في احتياج إن هم يشوفوا حفيدهم ويقعدوا معاه. لا يومين في الأسبوع الأفضل، إن هو يفضل يومين مع والده. في رأيك إيه هو الحد الأدنى للنفقة اللي ممكن يكون موجود في القانون الجديد؟ أنا في رأيي إن هو لا يكون لازم يتكفل الأب بابنه وفقا للمعطيات اللي موجودة دلوقتي أو للظروف المعيشية اللي موجودة دلوقتي. كل حالة بتتحدد حسب دخل الراجل ده قد ايه، يعني على حسب المعيشه بقى واسعار المعيشه، يعني مش اقل من 2000 جنيه 2000 ونص. والله انا شايف ان مش موضوع حد ادنى وحد اقصى، ده على حسب الحاله نفسها، حسب دخل الراجل. ايه هي الضمانات اللي ممكن تكون موجوده عشان الراجل يدفع النفقه؟ مش عارفه، يتحجز على مرتبه مثلا، ان مرتبه يتحول على البنك فالبنك ياخد ربع مرتبه. كمان النفقه لو الوالد اثر فيها ممكن تتصرف عن طريق المحكمه من للام. لا ضمانات بقى، ضمانات شخصيه من حد قريب للزوج، ان هو يضمن برضو ان الراجل ده هيدفع النفقه. هو ضمان نفسه ان هو لازم هيدفع. مقترح القانون المقدم في مجلس النواب تضمن مواد تانية زي ترتيب حضانه الطفل في حاله وفاه الام، عشان يبقى الاب هو الاولى بالحضانه بعد ما كان 16 في اولويه الحضانه في القانون القديم، بالاضافه لتعديل النقاط الخاصه بالنفقه، وده في ظل مشاركه الازهر باعداد مشروع قانون متكامل لقضايا الاحوال الشخصيه، اثار اعتراض بعض اعضاء مجلس النواب لكون الأزهر جهة دينية تختص بإبداء الرأي في القوانين وليس جهة التشريع. عايز أعرف من حضرتك إيه رأيك في قيام الأزهر بوضع قانون الأحوال الشخصية؟ لا أنا شايف إن دور الأزهر مهم جدا في وضع القانون، مش إبداء الرأي الديني بس. لا هو طبعا الحقيقة الأزهر لازم يكون ليه دور، ودور فعال طبعا في أي مواضيع تخص الأحوال الشخصية. يكون إبداء الرأي الديني فقط، القانون لازم يبقى فيه ناس متخصصة تعمله. لا هو الأزهر يفضل إن هو يختص في إبداء الرأي الديني فقط، لكن كتدخل في موضوع القرارات والكلام ده كله هيبقى صعب شوية. ترتيب الأب في القانون الحالي للأحوال الشخصية في حضانة الطفل رقم 16، أنت شايف إن دوره في حضانة الطفل في حال وفاة الأم أو زوجها ممكن يكون رقم كام؟ وهل ممكن يكون رقم 2؟ كل حالة بتندرس بمفردها يعني. لا أنا الأب رقم 2 طبعاً، يعني هو المفروض إن هو رقم 1، يبقى رقم 2 مش رقم 16، بعيد أوي. لو ملوش جدة أبوه هو اللي أولى بيه. أنا شايف إن هو ممكن يكون رقم 3 بعد أم الأم. رقم 2 طبعا رقم 2. القانون المعمول به حاليا وضع سنة 1920، ومن وقتها لحد النهاردة ما حصلش أي تعديلات تانية على الرغم من اختلاف الظروف، وده اللي بيخلي الانتهاء من مقترح القانون وإقراره أمر ضروري جدا في الفترة الحالية. محمد الريس، الحكاية، MBC مصر.